في إطار إقرار الحجر الصحي الجزئي لبلاية خنشلة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، تواصل مصالح أمن ولاية خنشلة تنفيذ مخططها الأمني للسهر على أمن وراحة المواطن، وذلك من خلال تطبيق الحجر الصحي ابتداء من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا من اليوم الموالي. في هذا الشأن كما تلاحظون المواطن الخنشلي التزم بمواقيت الحجر الصحي الجزئي المفروض على ولاية خنشلة.